يقول السائل: شائع عندنا الشفاعة للمحكوم عليه بالقصاص ونجمع الدية لأهل القتيل، هل هذا يدخل في حديث لعن الله من آوى محدثا؟ لا، إذا كانوا يقبلون الدية أو يقبلون الفدية فلا بأس بذلك، هذا حق لهم، هذا حق للمخلوق، القصاص حق للمخلوق، إذا عفى عنه أو عفى عنه بمقابل أو بدون مقابل فلا بأس بذلك. نعم.